يوسف جايز الزول في اللون فيديو جديد رياكسيو جديد على رياكسيو ديال اليوم اخوتي. قررت اني ندير اخوتي على احوال الناس الجزء الثاني يا اخوتي. الحلقه الثانيه علاش قررت ندير لها يا اخوتي؟ حلفت بالله يا اخوتي وني صايم ماشي ما جاتش الحلقه الاولى اخوتي. تفرجت فيها هكذا بزاف الناس كانوا كيسولوني يقول لي شنو هو الراي ديالك على الحلقه ديال احوال الناس اللي كان بيان سور مثل فادين كلاش او ترابكي. سو يا اخوتي قررت ندير لها يا اخوتي حيت ديجا درت رياكسيو على محميلانو ياك يا خاوتي. وكنشوف يا خاوتي شو ندخلوا لعند رضا سيتي ساز كما كتشوفوا اخوتي لا باج انستغرام. ديجا هادي شفتها شوف كتهبطوا لتحت يا خاوتي. انا هابط لتحت كنلقى بلي راه وليه فيديو تاعي ما شاء الله خاوتي. يعني فريمون هاد العمل الفني يا خاوتي الكبير نستحقوا نديروا ليه رياكسيون ونشوفوا يا خاوتي. شوف هادي ديجا فاش درت رياكسيون هادي فاش درت رياكسيو يا خوتي لحريضه سيتي ساز فيغيفي. شكرا لي بزاف فريمون واحد لا فورس مداليا يا خوتي باش نزيد يا خوتي نكمل. وشكرا كاع الفنانين اللي كيبارطاجيونا وصحه رمضانكم. امتى غتشوفوا هذا الفيديو هذا يا خوتي؟ نتمنى الفيديو ما يجيكمش طويل. سو خلينا ندخلوا ديريكت 3 2 1 ليتس جو. فريمون الجينيريك اللي كان فيها محميلانو يا خاوتي فهمتي غنطر ما بقاش نوقف بزاف نفوتو الجينيريك. الجينيريك فهمتي كان فيها محميلانو فريمون الصاد اختار واختار شكون يختار تراب كينغ ديال الكلا. مارك وشكون هذيك اسمها المؤثرة تاع انستغرام. خلاص خلينا ندخلوا ديك الفيلم يا خوتي. ديجا تفرجت انا في الحلقه مانيش مآمن يا ايما والله ماني مآمن. كنت نهضر معاك فصفص دوك راني نشوف فيك تحت الترا. الحلقه اللي فاتت يا خوتي ماتت يما مسكينه الله يرحمها. و المهم يا وليدي ما عندك يا وليدي. ماشي وليدك كالوش عندك دوك ديسيني لك فيه وتشك. راح ديبو الخبز دراري. ياكلوا الحجر يموتوا بالشر ماشي بروبليم ديالي. يا واش عندك؟ راه كيفي. امشي. هذه ديجا هذه قلتها لكم في الحلقة اللي فاتت. يا خوتي فريمون قلتها أصلا مع راسي يا خوتي فريمون الساط. أدري ذا سيتي سيز الساط. القانون احسن ممثلين في الجزائر عرفتي كيعجبني بزاف هاد ريدا سيتي ساز فهمتي الصاط فهمتي شفتو الصاط قولي له هو الناس اللي فاتوا الاحوال كنا نقولوا داك يقلب علينا الدار. ماما انا حابه نشوف الميكي ديالي. على بالي بنتي شوفي صحه غير يخرج انت يا روحي شعلي التلفزيون وتفرجي. ما انت حيخرج حتى يكون خلاص الميكي ديالي وانا نقعد هكاك بلا ما شفت الميكي ديالي. شتبوا هذا الحبس هذا مشي لي غني. مشاهدينا الكرام كما هو مبين في العاجل امامكم فقد تم ايداع الفنان رضا سيتي ساز الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور لاوراق نقدية اجنبية. اذا تفاصيل اكثر سنوافيكم بها في نشرتنا الاخبارية اللاحقة. واش الحاج علاش تحوس عليا وراني انت وراه خصك بارو اخو تشقيني حتى تما كاجر بالو ما تعينيش يا اخ فريمون يا خوتي. التمثيل ديال ديدين كلاش عجبني بزاف اون بليس الساط. ديدين كلاش يا خوتي فهاد الفيلم هذا كيمثل بلي انه عاصم وهكا كيضربها وريدا سيتي ساز مشى كيدفن مو هادي وامتي ومغبون يعني هي الوحيده اللي كانت عنده هو كان قريب ليها بزاف. فريمون الساط الدور تاع ديدين كلاش الحلقه اللي فاتت تقنوا جاب بصح يا خاوتي. فهمتي واحد اللي زعما كيعصي امو كيضربها تيقول لها عطيني درام هادي عجوز النار يبقى كيقول لها عجوز النار عطيني درام وهادي. فريمون الدور ديال ديدين كلاش صرعوا خلاص. وين راك انا جاي صح اون بليس يبيع الزطله. Yeah.
دخل الحبس في الحلقه اللي فاتت لقاو عنده شي ديزاكسيسوار ديال التصوير يا خاوتي، يعني ما مرخصينش هو، ما مرخصش بهم هو، يعني ما عندوش الرخصه، الرخصه كانت عند الشركه، وقال لهم ما عندكش انت دابا يلا هاي طبقوا معاك القانون. شيكا الله الله البوتس يا اخو الله البوتس يا الله البوتس الله يهديك يا الله عليا عليا البوتس عليا حلام اطلع 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 البوتس واش كاين لا عليا ديلو ديلو سكوت في فمك ديلو سكوت واش لها دورة ولا كنت نجيبها؟ هذا هو هذا ماشي واحد هذا نص بنادم هذا ديك الساعة هذا أنا مامو هنا رجع لك الصرف تراب كينغ مقاول هيرا هيرا تراب كينغ لا مافيا لا مافيا خويا الزاكي لا مافيا شوفوا طراب كينغ تاهو كيفاش واش خويا صافا لاباس تخاف اليوم واقيلا عندي يومين كنت في الهوبه معليش الحلاوه تفوت ان شاء الله ان شاء الله خليك تربوزي شويه كش ما تخصك حاجه من الفوق عطيك الصحه كيف هكذا الحاله كبرت خلاص خلاص انا ريغلي بروبلام نتكسرش راسك قلت لك شبي ريغلي صح ميرسي صح نعزيز خو سمعت جديد تيكا حب يجوزها دمتم خو حبي ترفها ها حبي حرقنا راك تسمع فيه ولا ماك تسمع؟ بوس تشيكا عندك في لامال دير فيه وش حبيت وانطرني شويه جيب صحتك ما
يحلفش جدك تراب كينغ. لا مافيا لا مافيا. قالوا سمعتوا شي كان عندك في لاما دير فيه واش حبيت ونطريني شويه باش تربح صحتك. تراب كينغ كان مدوزهم كاع بوكسور فوتبول دار كلشي دار كلشي فريمون. ودابا السينما برافو عليه برافو عليه الصاد والله برافو عليه الصاد. واو عطى واحد الكاريزما هنا لعب بها واحد الدور واحد الكاريزما كانت عنده في هذه اللقطه هذه. قاعد ما فهم والو ما فهم والو. با 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 السلام عليكم. واش خا؟ واش خا؟ صافي. بابا انت شخصك يا خو؟ احتامي يا تهلا برك يا كيفاش؟ اللي حطفت البارح؟ اه انت يا خو؟ يا بيان اتهلا حبيبي. شو هذا بصح يا خو ما تهليت قايته؟ غالي الشي يا خو من داك عليه من داك عليه. ياك مش قاعد نجي لعندك بصح يا خو تهلا يا خو. ومبان تهلا فيكم. يا خو تهلا فيكم. اي يا خو. واش يا خو؟ واش الحومة؟ واش الحومة؟ فهمتي شخصك يا خو؟ مالف كالعادة. اتهلا فيا. الزوم العزيز يا كاين دراهم يا خو ما تعينيش رحم بابك. اصبر عليا يا خو. يا خو دوك علاش يا خو كل يوم هكذا يا خو راك عندك جملان كريدي يا خو. واش خويا رشيد الجزائر مليحه شويه راك تعرف كيف تساعد مع الكوبري يا خو وزيد لها المرض لا طونسيون والسكر كل ما نديوها الطبيب يخرج لنا باوردونونس تاع دواء يا خو. ربي يجيب الشفا ان شاء الله. روح لها دوكا دوكا واش حبي يدير خويا رشيد. اللهم امين ربي يشافيها ويشافي كل مؤمن يا خو. راك تشوف تساعد هذاك ما حبش يحشم يا خو. لو كان مازالو عميد حماه الله يرحمه او رابطو والله ما يخرج من الدار كاع بصح ولاد الكارير ما يديروش هكذا يا سعيد. عندنا ولادنا صغار يكبروا على هذا الموب معين يا خو حرقنا يا. ما حرقنا ما والو حرق روحو الكارير جاب طبيب جابت امام وياسين. شكون ياسين؟ ياسين البيلوت. شكون اللي راه حاكم السيكتور هذاك؟ زعما ريزو كدا هكاش كاين دراري صغار ياكلوا في الخبز تما كاين واحد الغلط هنا يا خاوتي داروه جو سي با واش انتبهتوا ليه ولا لا. واحد الغلط هنا شكون اللي راه حاكم السيكتور؟ شوفوا شوفوا الكادر اش كيفاش يتحرك هنا هنا غلط داروا الكاميرا مان. شوف 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 لي اد راح تخرج مني من اليمن واحد اليد راح تخرج من اليمن هذاك من واحد من الكواليس دونك هنا واحد الغلط بسيط خاصكم اخاوشي تبقاو تركزوا معاه زعما ريزو دار له كيما شتي يعني هنا دوك اللي في الكواليس ما خاصهمش كاع يبانوا يا اخاوشي فهمتي. المهم دار كل موقف وقادوا الكادراج مزيان فهمتي. كون عاودوا غلقت كون جات مزيان هكاش كاين دراري صغار ياكلوا في الخبز تما يجيني وش وفي شحال راهم؟ ثلاثة وفي ثلاثة يخدموا كيف كيف؟ كل واحد وحده شنو كاين واحد أوغمهم بالخدمة تحرك خدم مليح صافا حومات شيشات جامعات وكونتيتي كبيرة ديطاي اشكيتها تعرفو؟ نعرفوش بنهبطو
على بالك باللي انت عمرك بتعلم بالخدمه. وعلاش؟ دوك نقول لك علاش. على خاطرش هاد الناس نستحقوهم، لازم نربحوهم ما نخسروهمش، وما يوسخوش يدينا. حتى يقدروا يرجعوا لكم بالرباح كي دوا قال على ديدين كلاش. هو انتي الناس اللي كيبقاو يبيعوا بزاف، كونتيتي خاص تكون كبيره. واش كيبيع هذا؟ قال لي حومات مخد زط لك فاهم. ودوك على بالك واش دار؟ فهمتك مليح، خاطيت الشغل راه في الجيب. ودوك حبسنا تقربيع تاعك. برافو ليلى، برافو فريمون، وصلت تمثيل زوين. لحد الان غادي المسلسل عرفتي با با احداث سيناريو مخرج رضا سيتي، برافو عليك خويا، برافو عليك. تو تقريبا دارهم كاملين غنى راب ودوكا وفي التمثيل وبزاف حوايج دارهم. ما شاء الله ما شاء الله رضا سيتي، غادي ديكاس ليك خويا. سوري بوس، سوري بوس. شهر ديال جيزي عندها لوطوريزاسيون رضا السيس. معليش القضيه دوك راهي في التحقيق، انت جيبي لي هذه الرخصه زيدوها في الملف. صح، حنا لازم نجمعوا الادله كامل باش نثبتوا البراءه ديالو. ان شاء الله يا ربي. ياسمين عماري برافو عليك، انت هي فريمون وسط لي سونتيمون اللي عطاوها، ماشي اللي عطاوها الضفاك. الدور اللي مثلت فيه هي طاغي عليه بزاف ديال لي سونتيمون، بزاف ديال الاحاسيس، بزاف تاع البلانات، فهمتي الصار. دونك برافو على مادموزيل ولا مدام رضا، مدام ياسمين، فريمون والله غير حاجه في الشباب. استاذ شفتها اليوم؟ مازال لا شيء، ان شاء الله نروح ليه. ويا امين جامي حبيت فلاك يا مالي، لا كتب ربي يخرج من الحبس لا دي الدار راح نخطب. اش خو نشعر لك تتريشي؟ عمرك ما تقلق خو، اش قال لي يا اش خو في اخر باذن الله الله تخرج و توقف راه ما تقلقش كاع راه غير يا ربي. رضا ما كان لا لا خو هات الصباح ما كليت والو كحيب تموت. والله ماني قادر خويا راشد، كسرها بزيت زيتون خو، دارتها العجوز هذيا هاي اللي كاي هنا كي جاك ولا اخو. عرفتش علاش هذا مني دخل رضا سيتي تسمى السيلون ولا الحبس، وانا نشوف فيه ويشوف فيه شي يشوف واش ماشي شي اللي جوبونس كاين كيتوالاو الاحداث، ورا هذا الحدث يقدر يجي شي حدث بلي غادي يضربوا وياه ولا حاب يطغى عليه ولا شي حاجه. تشوفوا من الصباح ويشوف فيه. انيا هاكولو ماما كيفاش حبيتي هاد الجوز لي وانا ما بيجي دابا بابا ماكل ولا لا لا انيا هاكا تهضري قدامه هو صغير
اياد 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 شكتي لهنا والو كيف هادي والوك واقف وحدك هنا يعني ما بابا اياد دروك انت راك الراجل تاع الدار يخصك تبلاصي باباك وتجي تعشى معانا ها هيا ولدي هيا ماما انا وحدها في الكوزين هيا ماما نقعد مع بابا واو السينما الجزائريه يا خوتي ماشي غير الكبار بوحدهم حتى يعني بنادم باقي صغير يعني الدراري صغار هكا شوف الطريقه اللي كيمثل بها يا خوتي واو تحسوا شي واحد اللي كبير كبير بزاف فهمتي يا الساط او ولي سونتيمون اللي كاين هنا شغل الحزن هكذا والحسره وانت الحزن حزن طاغي بزاف الحزن فهمتي ندي معايا حتى بابا توحشت بابا برافو 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 خويا اياد برافو برافو انا قطعتك بزياده كاش كل يوم انت قطع الله ماشي مشكل قطع الله للزوم واش الحومه انت واي مليحه الحاله مليحه يا هيله كاع كملت كاع واش عندك؟ السلعه طالت الباروت ديالي داسين ما نكذبش عليكم خاوتي انا حاب نصوفي كرهت الدرة هذايا والسوق الصغير هذايا انا حاب ندخل في المغلوق وكرهت تقشير المرصويا شوف شوف ديدا او جاك لي ابقى لي والو انا يا خو معليش شوف واش خاصو تحتاج يولي لك غدو واش نعطي له كاسكيطه ولا بريكي ولا تريكو مش كي تلبس قدك هذا انا جاي خوتي واش لي الزوب سلامة جيت روطال خلاص كلش حبيبي البنين ما كاش اورتي جيت في الوقت جستومو جيت شروطار خلاص السلعة صاحبي شكون قالك جيت نشري جيت باش نحكي واش تحكي تا وديدين ياك انا وديدين تعشيت ولا مازال صاحبي متالي واش خسر كلمة كلمة حبيبك مقلبك ما عرض خويا يتعشى ديروا اتايات بالقانا ونحكوا في المفيد خويا اتايات انا معك من حبيت اتفضل خويا كيفاش هادي ما كان والو كي تبكي راني عمالكي توحشت بابا يا بنتي يا بنتي انا تاني توحشت باباك بزاف انيا بنتي يا بنتي شو يا كوراج ماما حنبوك شو يا كوراج شوفي انيا شوفي باباك ما دار والو صح بالي على بالك بلي ما دار والو باباك وغادي يخرج انيا انيا باب اختي خاوتي هاد احوال الناس فيه طبع تاع الحزن بزاف لاحظتوا على الجد بزاف باك دي دعوه الخير وربي معانا كاع الناس راهم شاهدين ما كان والو صاي تامني فيا انيا جو برومي غادي يخرج باباك ان شاء الله
Ça va prendre un petit peu de temps, bada yukhraj. C'est bon ? Oui. Abakan yishouf kaka Iyad. غادي تخاوف فيه انيا وانا ني نقول لك انيا دايره كوراج معايا بنتي ها ماما اي شوفي فيا ساي ستوب 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 ساي ساي هيا ديري بيزو هاكا نبغيك بنتي هذا البيزو عرفتي اباك تسنى البوس تسنى هذا البوس وتسمع دير لي بيزو بيزو باش هادشي خشمك بيزو بالخشم ديك الشعر السواعدة حبك هيا دودو وهذا تنسيه باي باي اي تصب الشتاء اسمع اسمع ملي دخل هو ساكت هضرت معاه ما برونش عليش نورمال مازال عقله معاه برا دوك بالعقل اللي والف سيت نهار الاول دخلت نتايا بديت تبكي ثاني بديت تبكي انتوما ولاد 90 خلاص على بالنا انتوما ولاد ال 50 مير قلت لكم ما يقولهاش سمي بسم الله استغفر 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 لكم هذا السيد غادي احسن ممثل جزائري عقلوا على اخوش واو كوشمار اون بليس شوك اون بليس يا خوتي تشوفوا حاطين لهم هنايا شغل كي تفيق راك تعرق تما بالكوشمار اللي كنت فيه فاهم واه مش عارفك عشان دير وانت تفوت علينا هاد المحايم من دا يا رضا يا رضا شدرت فيا
برافو 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 ليكيباج، برافو ليكيباج كامل اللي متلات فريمون الصاط. واو 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 كاع الناس اللي كانوا في الكوليس، من اللي كيديروا الميك اب، اللي كيديروا المهم. والحاجه الوحيده اللي لاحظت في الحلقه الثانيه انه كان ديفو واحد اللي شفتو انا، صار انا شفتو انايا والراي ديالي هذا يا خاوتي، يعني خاصني نقول الحاجه المزيانه والحاجه الخايبه في المسلسل والحاجه الخايبه في داك لا فيديو اللي كنشوف. سو الكادراج